السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصل لاعب المنتخب الوطني الجزائري اليوم إلى الجزائر استعدادا للدخول في تربص تحضيري خاص قبل مباراتين مرتقبتين ضد غينيا الاستوائية وليبيريا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. وبدأ المنتخب الوطني الجزائري هذا التربص التحضيري في أجواء مفعمة بالحماس والتطلعات الكبيرة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إلى التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية التي ستتيح للاعبين تحقيق التماسك المطلوب في المباريات القادمة. وفي الوقت نفسه يعمل الطاقم الفني على تحسين الأداء الدفاعي وتعزيز الفعالية الهجومية لضمان التوازن في الميدان أمام منتخبات معروفة بقوتها. ومن أبرز أحداث هذا التربص التحضيري كان انضمام اللاعب الشاب أمين شيخ الذي اختار تمثيل المنتخب لأول مرة بعد دراسة خيارات متعددة. يعتبر شيخ الذي تميز بمهاراته العالية وسرعته إضافة مهمة للمنتخب، حيث سيقدم حلولا جديدة على مستوى خط الوسط أو الهجوم. وقد عبر شيخ عن انبهاره بالأجواء داخل المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أنه وجد دعما كبيرا من زملائه في الفريق وكذلك من الجهاز الفني، وأعرب عن سعادته بالقرار الذي اتخذه بتمثيل بلده الأم، مؤكدا أن الانضمام للمنتخب هو حلم كان يراوده منذ الصغر، وأنه مستعد لتقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق في تحقيق أهدافه. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.